مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ان بتبيع قبل ما نبداو. ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة باش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. اليوم نائب من حركة النهضة من جديد امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لسماعه كمتهم للتحقيق في قضية التسفير الى بؤرة التوتر بعد شكاية كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المزدي في 2021 الى المحكمة العسكرية باعتبار انها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكة التسفير الشباب إلى بؤرة التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي على هذا الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد شملت الأبحاث ما يقارب 100 شخصية من بينهم قيادات من حركة النهضة. واليوم أصدر حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق والنهضاوي علي العريض في القضية اللي قلنا عليها تسفير الشباب إلى بؤرة التوتر. لهنا معليك أن نقول تحية كبيرة ياسر القضاء اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة وخدمة جبارة، وزاد تحية كبيرة ياسر رئيس الجمهورية قيس سعيد. اي نعم، ولولا قيس سعيد والعباد اللي ما عندهاش فكرة وما تدريش تيرة 10 سنوات ما تحكم حتى شخص، معناها وشباب اللي سفروها ليبيا وغيرها وغيرها وسوريا ما تحكم حتى شخص وحد ما تحاسب. لكن اليوم كتخلق قيس سعيد، ولولا مسار 25 جويلية ولولا قيس سعيد والتغييرات اللي قاعدة تصير في الحكومة وما حب يتحالف مع حتى شخص، بقى وحده كونتر العباد الكوليك المعارضين لكل سياسي اللي نعرفوهم من الناس الكل، ما حب يتحالف مع حتى شخص، بقى وحده يحارب فيهم والشعب معاه بتبيعها. شوف اليوم معناه ونصرنا بشوية بشوية من 100 شخص اليوم تحكم على واحد نهضاوي، وبشوية بشوية يتحاسب ذاك وغيره 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 وغيره. وزاد ما ننساوش اللي جمد المجلس الأعلى للقضاء والقضاء زاد اللي تم عزلهم، عندهم برشة فساد دوسيات فساد. هذا الكل علاش كتصير رسكلة يتحطوا عباد نظاف وعباد شرفاء تحب تخدم باش ينجموا يحاسبوا العباد اللي غلطوا. هذانا احنا شنو نحبوا، معناها هذه هي الريزلتا اللي احنا نستناو فيها، وبشوية بشوية تتصلح البلاد. حسنا ما نطولش عليكم، لو كان تحبوا تعلقوا على الخبر هذا، وهاك نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع. وتحية كبيرة ياسر القيس سعيد.